كان مشهور جدا في انجلترا في القرن 19 المهندس المعماري هنري وين ستانلي. كان ليه الفضل في بناء اول مناره في منطقه اسمها ايديستون، والمنطقه دي مشهوره بقوه العواصف اللي فيها. وبعد ما بنى المناره قرر انه يختبر كفاءه شغله بنفسه ضد العواصف، ولكن لسوء الحظ المناره اتهدت. ثم التنام يا صاحبي، الراجل مات دلوقتي تحت المناره. ولكن لسوء الحظ المنارة تهدت عليه هو وخمسين واحد من العمال اللي كانوا معاه. لو عايز تشوف حاجات تاني زي دي ما تنساش تعمل لايك وفولو. لو احنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب.